قلنا بأن العلة إذا زالت يزول معها يعني الحكم، إذن بمقتضى ذلك يجب أن يعيد الزكاة، وإذا قلنا لا يزول فإن الزكاة تجزئ. هذا وجه تفرع القاعدة الثانية عن الأولى. الآن تقدم لنا الآن إلى حد الآن ثلاثة فروع، فرعان مثل بهما للقاعدة الأولى، العلة إذا زالت هل يزول بزوالها الحكم أو لا، ومثل بهذا الفرع المتعلق بصرف الزكاة لمن ظاهره أنه مستحق وباطنه أنه غير مستحق. هذا هو الفرع الأول للقاعدة الثانية. بعد ذلك عرض علينا عشرة فروع أخرى، عشرة لأن المجموع 13 فرعا. هذه الفروع العشرة لم يبين لنا أن هذا الفرع هو للقاعدة الأولى وأن هذا الفرع هو للثانية، لا، ترك ذلك إلينا اتكالا على أننا سنميز فروع القاعدة الأولى عن فروع القاعدة الثانية. هذا مصوغ أول لعرضه هذه الفروع مختلطة، والمصوغ الثاني أنه بما لما كانت القاعدة الثانية فرعا عن الأولى فمن باب أولى أن فروعها فرع عن الأولى أيضا، بمعنى أن فرع الفرع فرع. إذا كانت القاعدة الثانية الحكم بما ظاهره حق وعكسه باطل، هل يقدم ظاهر فتنفذ الأحكام إلى آخر القاعدة؟ إذا كانت هذه متفرعة عن الأولى كما رأينا في وجه التفرع، فإذا فروعها فروع الثانية هي فروع للأولى، وبهذا إذن لم يكن لازما أن يبين لنا ما هي الفروع التي ترتبط